بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض المحاضرة اللي كنا بنعمل فيها البانر المتحرك باستخدام برنامج الفوتوشوب. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند تصميم البانر، وأصبح عندي 2 لاير بالظبط كده، وكنت عايز أبدأ أعمل الأنيميشن أو الحركة اللي تخلي الصورة دي في الآخر صورة جي أي إف متحركة، ممكن أحطها في أي موقع أو في أي صفحة إنترنت وتبقى متحركة. الخطوات كالآتي: بعد ما انتهي من التصميم هبدأ اروح لقائمة ويندو وانشط الاختيار اللي اسمه تايم لاين. تايم لاين او خط الوقت جوه الفوتوشوب هو المسؤول عن عمل الانيميشن. بعد ما نشطه بروح للاختيار ميك فريمز فروم لايرز، انشطه، فهلاقي الاتنين لايرز بتوعي ظهروا في التايم لاين في شكل فريمز. تمام، هبدأ مفيش تايم بينهم، مفيش وقت، هبدأ أظبط الوقت مثلا على 1 ثانية بحيث يبقى في فاصل زمني ما بين كل واحد والتاني 1 ثانية، وأبدأ أجرب الحركة. حركة اشتغلت والوقت ظبط، هعمل ستوب وأبدأ عايز أحفظ الملف بتاعي. عشان أحفظ الملف ده مهم جدا الخطوات اللي هقولها، لازم أحفظه بامتداد جي أي إف كالآتي: هفتح قائمة فايل واختار الامر سيف فور ويب، هتظهر الصورة، هتأكد ان الامتداد بتاع الجي اي اف، واتأكد من الكالرز والابعاد وبعض الايمج سايز. انا كنت عاملها 728 في 90 بكسل، ارجعها تاني وبعدين اقول له سيف. هبدأ احدد اسم الملف وليكن مثلا 1 1 image only، يعني عايزه صوره بس، وطبعا هيكون امتداد جي اي اف، واقول له سيف. هيبدا يحفظ لي الصوره دي بالامتداد اللي انا اخترته في المكان اللي انا حددته على سطح المكتب. عايز اتاكد، بقفل واروح للفولدر اللي انا حاطط فيه الصوره، اهو هلاقي بداخلها الصوره اهي. لو دوست عليها دبل كليك هتشتغل معايا في أي براوزر في أي مستعرض، وهتبقى الصورة بتاعتي متحركة بالشكل ده. يبقى أنا كده أنتجت صورة متحركة يمكن استخدامها كبانر إعلاني في أي موقع أو في أي صفحة. طبعا بقدر أظبطها، ممكن أكبر الحجم أقلل الحجم، أنا حر في موضوع الحجم، بس يفضل دايما عند اختيار الحجم أختاره بالبيكسل وراجع الأبعاد اللي أنا ممكن أستخدمها في أبعاد البانرز الإعلانية جوه الموقع. ونرجعها مع بعض بسرعة. كان البانرز الإعلانية كان عندي بانر 90 في 728 بيكسل، وده اللي أنا اخترته. في بانر ممكن يكون 600 في 300 بيكون بالشكل ده، في بانر ممكن يكون 100 في 320 بالشكل ده، في بانر كمان من الأول خالص ممكن يكون 250 في 300 وده شكله بالنسبة للموقع، في بانر 280 في 336 بيكسل يكون شكله اللي هو الجزء الأحمر ده بالنسبة للموقع، وفي بانر اللي انا كنت شغال عليه كان 728 في 90 وبياخد الحجم ده بالشكل اللي انا شايفه ده. على فكره كان ممكن اخليه كله 800 لو انا عايز ياخد كل الايه؟ المكان ده، كان ممكن يبقى 800 في 90 لو انا عايز ياخد كل الساعه او المساحه دي كلها. وفي الاخر نجحت في ان انا اعمل ملف بالشكل ده، ملف متحرك اقدر استخدمه واعمل فيه افكار كتيره جدا جدا باستخدام تايم لاين او باستخدام فكره الحركه داخل برنامج الفوتوشوب. وإلى اللقاء في محاضرة قادمة، وشكراً.